قال المصنف رحمه الله تعالى وحافظه، والمصنف هو الشيخ صالح بن فوزان معاصر يعيش في الرياض، من كبار العلماء في زماننا، ومن تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وله بعض المصنفات موجودة منها كتاب الإرشاد في صحيح الاعتقاد، كتاب جيد في يعني للمبتدئ والمتوسط في كتب الاعتقاد. وله دروس في الحرم في المواسم، جلس في مكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، درسه مكان درس الشيخ ابن عثيمين، ليس المكان الذي يجلس فيه نفسه، لكن المكان الاعتباري يعني. نعم. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهكذا كل كتاب يبدأ بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وبعد، فهذا ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة. ملخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، يعني يذكر المسألة ويذكر دليلها، وهذه طريقة أهل الحق أن يحرصوا على ذكر الأدلة. كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات، وقد تكرر الطلب ممن سمعوه وألحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطبع. هذا فيه من الأدب أنه ما كتبه لينشر كما يفعل كثير من الناس. بعض إخواننا ربما من الجالسين معنا بعد 5-6 حصص يأتي ويقول: والله أنا عايز أعمل كتاب. نعم، هو متصور يعني مدام قرأ كتاب ولا كتابين، بل قبل أن ينتهي من بعض الكتب. طبعا أنا أعالجه ويعني أكلمه بما يليق، لكن احذر من مثل هذا. إذا كان همك من طلب العلم أنك تعمل كتاب، فليتك تبقى جاهلا، أحسن وأنفع لك. وأنت ترى في السوق كثير من هؤلاء المتعالمين الذين هم أحدهم أن يشتهر وأن يعرف وأن يكتب كتابا أو يكتب رسالة أو يكتب يعني تصنيفا أو نحو ذلك، وهذا مما ذمه أهل العلم، وأكدوا أن هذا لا يفعله إلا العلماء الراسخون، ولا يصنف من يصنف إلا في مصلحة، ليس مستصنف لمجرد التصنيف، مصلحة، إما شيء يعني مختصر فيشرحه، أو شيء مطول فيختصره، أو شيء جديد يبدعه فإذا لم أو فكرة لم يسبق إليها، أو شيء يحتاج إلى استدراك فيستدرك عليه أو يرد عليه أو نحو ذلك. مقاصد التأليف الثمانية التي مرت معنا قبل هذا. أما أن تأتي بشيء ممسوخ مجرد كلام قص ولزق كما يقولون، تنقل من هذا كلمة ومن هذا كلمة من غير أي مصلحة، فما الحاجة إلى مثل هذا؟ فالمصنف رحمه الله تعالى راعى مثل هذا المعنى، وقال إنه ما قصد طبعته، ولكن حلقات طلبت منه في الإذاعة فأعدها لذلك، ثم لما ألحوا عليه لفائدتها فكر في طباعته. قال: نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة. لما الشيخ الفوزان يقول نزولا عند رغبة الكثير نصدقه، لأنه عالم من كبار العلماء. بعض المبتدئين أن يقول وقد ألحوا وقد طلبوا خروجا من هذه، والله ما ألح أحد غيره ولا طلب أحد غيره، أو بعض يعني خاصته، فهو لا، ليس كل أحد يقول هذا، وليس كل أحد يلح عليه يقبل. هب أنهم ألحوا عليك،
كيف تقول؟ تقول هؤلاء جهال، هؤلاء حمقى مغفلون ما يعرفون، يريدون أن يعني يرضوني ويريدوني موارد الردى، والواجب أن أدلهم على من هو أنفع مني وعلى من هو أولى فيدل على غيره. أما ثلاثة أربعة جم أقول والله إحنا شايفين أن أنت يعني كلامك ده ما حصلش، مش ممكن، ليتك تطبعه. فلو أن كل واحد قال درسا أو حضر أو حاضر محاضرة طلب منه هذا وأجاب لصارت الدنيا، وقد صارت على كل حال لقد صارت. قال: وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وهذا أيضا من الأدب وهو ظاهر. ومن أدبه أيضا أن قال: وقد لخصته من كتاب شرح الزاد الروض المربع، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. هذا من أعظم الأدب، لا تراه إلا العلماء الكبار. العلماء الكبار يفعلون هذا، يقول لك هذا الكتاب لخصته من كتاب كذا وكتاب ثاني، بس يعني أنا رجعت فيه لكتاب أو لكتابين، وأحيانا يعني مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. فكأنه يقول لك أنا ما صنعت شيئا، وهذا التصنيف ما هو إلا اختصار لكتاب آخر. فشرح الزاد الروض المربع كتاب معروف، وحاشيته يعني مع حاشيته أيضا معروف. لم يقل لك وقد بذلت فيه جهدا مضنيا وبقيت فيه سنوات أصل الليل بالنهار ووقفت فيه على مراجع لم أسبق إليها وقد يعني شافهت المشايخ وما زلتم. ترى بعض المبتدئين يفعل هذا وهو كل عمره يعني ما، ولو وزنته لا يسوي شيئا، وهذا من علامة أنه يعني مدخول في نيته إذا فعل هذا وهو غير أهل له. أما العالم العالم فدائما يعني يذكر لك أنه ما فعل شيء. ولو تتبعت هذا لوجدته عند كثير من أهل العلم. ومما يحضرني في هذا، اقرأ بعض كتب الشيخ أبو بكر الجزائري، هات كتاب السيرة له وانظر في آخر صفحة المراجع، سترى سبع مراجع، سبعة مراجع. وأنت لو قلنا لك أعد بحثا تستحي أن ترجع سبع مراجع بس، مش كتاب. وترى بعض القرآن الكريم عشان يعد واحد القرآن الكريم، طب هذا يعد مرجع؟ هو طبيعي القرآن الكريم. وتراه يفتح بعض المعاجم مخصوص لكي يسجلها، بدل ما هو معجم واحد لك لا طب أفتح سبعة عشان يكتب سبع مراجع بس في اللغة وعشرين في هذه نوايا يعني تدل على أصحابها. ولهذا ننصح دائما بالرجوع إلى العلماء، إذا قرأت اقرأ العلماء الكبار، لا تنتقد إلى عالم أقل وكنت تستطيع أن تذهب إلى عالم أكبر، لأنه كلما كبر العالم في قصده ونيته وأدبه، وفضلا عن علمي وإنما يكون العلم تابعا لهذه المعاني. ولهذا قال العلماء كما سيأتي معنا في الواضح في أداب المفتي والمستفتي، أنه لابد من مراعاة صاحب الديانة، وأنه إذا اتفق عالمان أحدهما أكثر ديانة لم يجوز لك أن تذهب إلى الأقل ديانة مع تمكنك من الذهاب إلى الأكبر ديانة، لأن الديانة مهمة جدا ومرجع مبنى الأمر على الديانة قبل أن يكون على، لأن العلم إن لم يكن مرتبطا بالديانة فلا فائدة فيه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلو وجدوا علماء لا يخشون الله فليسوا بعلماء. نعم قد يكون حافظا لبعض المسائل، وقد يكون عنده من لحن القول والتصرف القولي والفعلي بحيث يبهر الناظرين، كل هذا ليس هو المطلوب، لكن المطلوب أن يعلمك الخشية وأن يعلمك الديانة قبل أن يعلمك المسائل. هذا يفعله معنا المصنف في هذه المقدمة التي هي نصف صفحة، وكان بإمكانه لوفرة علمه فهم العلماء الكبار، وهو عضو اللجنة الرباعية الآن للفتوى، لجنة الفتوى التي كان يرأسها الشيخ ابن باز رحمه الله قبل أن يموت، والشيخ صالح الفوزان عضو فيها، وهذا لا يتأتى إلا لكبار العلماء.
فهو من هؤلاء. ومع هذا ما طول المقدمة ولا طول العمل الذي عمله، وإنما أن تقرأ المقدمة تقول يعني طب وليه بتدرسونه، كتاب بسيط يعني ما يحتاج ندرسه، لأن صاحبه عالم، والعالم كلامه فيه بركة وطريقته فيها بركة ومقاصدهم إن شاء الله تعالى فيها بركة. فهو لم يعني يتزود ولم يعني يتجمل ولم يتكلف، وإنما بهذه السهولة واليسر كما ترى لخصته من كتاب، ولم يستحي من هذا ولم يتحرش. ومن حاشيتي كتاب واحد وعليه حاشيته، يبقى هو كتاب واحد مطبوع مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة، فكأنه يحقر دوره في هذا الكتاب. هذا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا فضيلة الشيخ دي كتبها صاحب المطبعة، وإلا هو ما قصد هذا وما كتب هذا، زيادات من ال. طيب نأخذ الفصل الأول لأنه خارج عن الكتاب، يعتبر مقدمة في فضل التفقه في الدين. في فضل التفقه في الدين، قبل أن يدخل المصنف في كتاب الطهارة، أراد أن يشجعك وأن يحمسك وأن يجعلك تعرف قدر ما أنت فيه، وأنك والحمد لله مستعمل في الطاعة ومشتغل بأشرف الأمور، وأنك لو صدقت النية فيما أنت فيه فأنت على باب من أبواب الجهاد. الجهاد، فطلب العلم جهاد، فحتى يحسك على هذا ويصبرك على الكتاب، وإن بدا طويلا نسبيا لبعض الناس، فعقد فصلا في بداية الكتاب في فضل التفقه في الدين. هذا بعد المقدمة مباشرة. نعم نقرأه. تقرأ محمود؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. قال الله تعالى: نعم، قوله فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير، واستدل على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني الحديث متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. هذا الحديث من أعجب الأحاديث لمن تأمله، ولعله يمر عليك ولا تتأمله. فإنك لو تأملت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، عرفت أن مفهوم ذلك أن من لم يفقه في الدين فما أراد الله به خير. وهذا الفهم الذي أريد أن ننبهك إليه، منطوقه ظاهر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوق الكلام. مفهومه عجيب، وهو أن من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خير، حتى لو فقه في كل شيء فقهه. من لم يفقه في الدين فما أراد الله به خيرا، حتى لو كان عنده جملة من الشهادات والمعلومات والمناصب والوظائف، ولو صار يعني ملك البلاد أو رئيسا أو وزيرا أو تاجرا كبيرا، لكنه لم يفقه في الدين، فليعلم أن الله لم يرد به خيرا، وإلا فلو أراد به خيرا لفقاه في الدين. ثم بعد هذا الدين بالمعنى العام، الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان بتفصيلات ذلك، كما سيأتي في الحديث الثاني الذي سنلزم بحفظه غدا، حديث جبريل المعروف. وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح، ويقوم على هذا أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أهم ما يلزم المكلف. نعم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر: وهذا واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع برياض الجنة، وأخبر أن العلماء هم ورثة الأنبياء. نعم، هذا أيضا واضح في أن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. فأنت تحرص على هذا الدعاء الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والمصنف يريد أن يحمسك وأن يشجعك على طلب العلم، ويذكر لك شيئا من فضل العلم. ولهذا اختصر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر فيها أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا من أعظم الشرف أن تتعلم فتستشعر أنك أصبحت وريثا لعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. نعم. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لابد أن يعرف الطريق الذي يؤدي بها ذلك العمل على وجهه الصحيح. ذلك العمل على وجهه الصحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة؟ كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ هذا أمر مهم لك أن تتصوره، وهو أن أي عمل تقوم به لابد أن يسبقه علم، حتى الأعمال الساذجة التي تعملها دون تصور أنك تتعلم لكنها تحتاج إلى علم. فمثلا لو قمت تفتح باب الغرفة، هل تحتاج إلى طلب علم قبل هذا، ولا هذا أمر تلقائي؟ ومع هذا فإنه يسبقه علم، وهو أين الباب، هل هو في هذه الجهة أم في هذه الجهة، وكيف يتم فتح الباب، بإمساك أكرة الباب كما يقولون، ثم الضغط عليها إلى أسفل، ثم سحبها أو دفعها، كل هذا علم. فلو أن رجلا يعني ما مارس هذا الأمر في حياته، وقيل له وضع في مكان وقيل له افتح باب الغرفة، يقول: أي غرفة؟ أنا ما أعرف ما معنى الغرفة، ولا أعرف ما معنى افتح، ولا أعرف أين الباب، ولا أعرف كيف أفتح. كل هذا يحتاج إلى علم. ولهذا بعض الناس إذا دخل في مكان معين حتى لو كان يعرف كل هذه الثلاثة، تفوته الرابعة، بعض أنواع الأبواب له طريقة في الفتح لا يعرفها، فيبقى أمامه وهو جاهل. فنقول له: تعلم كيف تفتح الباب، ثم بعد هذا فانظر. حتى الأشياء الساذجة تحتاج إلى علم. أنت خبير بهذا لا يكاد يفوتك، فكيف تعبد ربك بغير علم؟ هذا من باب أولى. فالمصنف يريد أن يقول لك: كيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة بدون علم؟ من باب أولى يلزمه أن يعبد، أن يتعلم كيف يعبد الله تعالى، وكيف يسعى في فكاك رقبته من النار. ومن ثم افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، وهؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم. الفريق الثالث الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أضل الضلال من النصارى ومن نحى نحوهم. ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المصنف قسم الناس إلى فرق ثلاث: من جمع بين العلم والعمل، وهذا هو المطلوب،
وهذا هو سبيل أهل السعادة. ومن انفرد بالعلم ولم يعمل، وهذا آفة في كثير من الناس، من أخص الناس شهرة بهذا اليهود الذين أوتوا العلم ولم يوفقوا للعمل، أو العكس الذين يعمل بلا علم. ومن أخص الناس بهذا النصارى الذين يعملون لكن بجهل وبلا علم. ولهذا نحن نسأل الله تعالى في كل ركعة من صلاتنا فرضا ونفلا على الوجوب هذا المعنى، نقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني غير الذين ينشغلون بالعلم عن العمل أو بالعمل دون العلم. وكل هذا مما لا يجوز. وحتى لا تفهم أو يفهم بعض الناس أن هذا خاص باليهود والنصارى، ينقل المصنف كلاما حسنا في هذا للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بالعلم، فالأول صفة اليهود والثاني صفة النصارى. وكثير من الناس إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات، فيا سبحان الله، كيف يعلمه الله ويختار له ويفرض عليه أن يدعو ربه دائما مع أنه لا حذر عليه منه ولا يتصور أن فعله هذا هو ظن السوء بالله. نعم، هذا جواب عن شبهة قد تعرض لك وأنت تقرأ هذه الآية، تقول والله إحنا الحمد لله إحنا يهود ولا إحنا نصارى، وبالتالي نحن في عافية من هذا، مع أن المقصود ليس خصوص اليهود والنصارى، وإنما المقصود إشارة إلى صفة من صفاتهم يمكن أن تكون موجودة فيك. فالمقصود اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنك تدعو الله تعالى أن يجنبك أن تكون من العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، وأنت أو أن تكون من العباد الذين يعبدون بلا علم. ودل على أن هذه الصفة صفة اليهود وهذه الصفة صفة النصارى، لكن الله تعالى أمرنا أن نقرأ بهذا وجوبا حتى نتجنب هذه الصفات، وبالتالي لا يصح أن يتصور أننا بمنأى عن هذا أو أننا بمعزل عن هذا أو أن هذا يساق لمجرد ذم اليهود والنصارى وأننا في عافية، وإنما كأن الله تعالى يريد أن يقول احذر أن تكون فيك صفة اليهود أو أن تكون فيك صفة النصارى بأن تتعلم ولا تعمل أو تعمل دون علم، بل الواجب أن تجمع بين العلم والعمل وأن يسبق العلم العمل. نعم. وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا فرضها ونفلها، لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعلم الصالح أو بالعمل الذين فرطوا بالعمل الصالح أو بالعلم النافع. نعم. ثم أعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. الآن هو يشير إلى المصادر التي يحتاج إليها الطالب في التعلم، فيجمل هذا بقوله: إنما يستمد العلم النافع من الكتاب والسنة، وهذا أمر ظاهر، وأي علم نافع لابد أن يكون مصدره كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال من قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، يعني ليس لأحد أن ينصب الخلاف
بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث به من القرآن والسنة وبين قول بعض الفقهاء، وإنما ينبغي أن يكون العلم مصدره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تفهما وتدبرا، تتفهم كتاب الله وتتدبره وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد تستعين على هذا ببعض ما يعينك، هذا لا بأس به، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه والنحو واللغة، كل هذا طريقك. ولهذا أنت في بداية الطريق تحتاج إلى الاحتكاك بأهل العلم وسماع نصائحهم والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم ودلالاتهم على أنفع الكتب في كل باب، وتواظب على القراءة والبحث والمطالعة وتتدرج شيئا فشيئا حتى تكتمل ملكتك، ولا تستقل ما قد تراه أو تسمعه، فإنك بحاجة إلى مثل هذا، وبحاجة أيضا إلى بعض إخوانك وبعض أقرانك، هذا ينقل لك فائدة سمعها في غيابك، وهذا ينقل لك خبرة وقف عليها ببعض التجربة أو المطالعة أو الاحتكاك. وبعض الناس يتصور أنه ليس بحاجة إلى كل هذا ويقول لك وأنا وما الذي يجعلني يعني أضيع أوقاتا في هذا، أنا عندي عقل، ويركن إلى عقل، يقول لك أنا عقلي أنا أفهم أي شيء فلأذهب ولا أضيع وقتا ولا يعني أزل نفسي في مجلس علم، وعندي والحمد لله كتب كثيرة وأقرأ في الكتب وأفهم. وطبعا هذا باب يعني باب هلاك والعياذ بالله، لأن الإنسان يحتاج إلى غيره ولابد، خصوصا في هذه الأبواب، وخصوصا والعلم يحتاج إلى ضوابط للقلب والنية والقصد، ويحتاج إلى آداب مع الله سبحانه وتعالى ومع المعلم ومع الأقران. فالذي ينفرد وحده أولا غالبا أنه لا يكمل الطلب، وهذا من رحمة الله به لو لم يكمل، وإلا فلو أكمل منفردا وحيدا فإنه تعتريه من الآفات والعوارض ومسالك السوء ما لم ينبه عليه، لأنه منفرد، وبالتالي يظن نفسه شيئا وربما تزبب قبل أن يتحصرم ووقع في جمل من المفاسد. تقدم شيء منها معنا في كتاب حلية طلب العلم، من حضره فقد حضره، من لم يحضره فليطلب حضور ذلك في فرصته المناسبة أو يقرأ الكتاب على أقل تقدير. نعم. فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صحيحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه لتأخذ منها ما أباح الله لك وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالا وطعامك حلالا، لتكون مجاب الدعوة، كل ذلك مما تمس حاجتك إلى تعلمه، وهو ميسور بإذن الله متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك. المصنف يشير هنا إلى العلم الواجب الذي لا بد منه، ومع الأسف أكثر إخواننا مقصرون في العلم الواجب، ولهذا ينبغي وأنت تسعى إلى هذا ألا تبالغ وتقول أصبحت طالب علم ووقفت على يعني طريق العلماء ونحو ذلك. هذا الذي تتعلمه إنما هو طريق العامة وليس طريق العلماء، بمعنى الواجب حتى على العامة أن يضبط دينه وأن يعرف ما له وما عليه وأن يعرف الفروض العينية التي تتعين عليه. هذا مشترك بين طلبة العلم وبين عوام الناس، ما يصح به دينك من صلاتك وصومك وحجك وزكاة مالك إن كان لك مال، وتعلم الحج إذا وجب عليك، والبيوع كيف تبيع وكيف تشتري، والنكاح كيف تزوج وكيف تطلق، كل هذه أمور واجبة على من أراد أن يتعاطاه. فهذا كله من العلم الواجب، ومع الأسف التقصير فيه حرام وليس تقصيرا فيه مستحب، لأن هذا واجب، فينبغي أن تصبر وجوبا لا استحبابا. بعض الناس يتصور أنه يفعل باب من أبواب الخير ويقول الله هذا لا يجب علي، إنما يجب علي صلاة الفجر، وإلا أنا ممكن بعد صلاة الفجر أروح أنام ولا أحضر لا ملخص ولا غير ملخص. الجواب
بل يجوز بل يجب عليك أن تحضر مثل هذه الدروس كي تتعلم، لأنه لا يجوز لك أن تجهل ما أوجبه الله تعالى عليك من الصلاة والطهارة والاعتقاد وكيفية معرفة الله سبحانه وتعالى وما يجوز في هذا الباب وما لا يجوز. كل هذه أمور واجبة، والتقصير في هذا حرام وليس مكروها، وفعل هذا واجب وليس مستحبا. فالمصنف يقول هذا مع هذا أيضا سهل إن شاء الله ميسور متى ما صحت عزيمتك وصلحت نيتك، فجعل لك شرطين: صلاح النية أن الأعمال بالنيات، وصحة العزيمة. وبعض إخواننا قد لا تصلح نيته، وهذا يحتاج إلى مراجعة النية، وكثير منهم قد تصح نيته لكن لا تصح عزيمته، فيبقى مع صحة النية عنده من الخور والضعف ما يجعله يأتي يوما ويغيب يومين أو حتى يوما، أو يأتي يومين ويغيب يوما، كل هذا من ضعف العزيمة، فيفوته أضعاف ما أخذ، وبالتالي يصعب عليه أن يستكمل الطريق ويقول والله لقد عجزت ولم أستطع وقد فاتني شيء كثير. فإذا طلب بحفظ قال والله أنا ما حضرت الكتاب، طيب كتاب تاني حضرته، قال والله كنت أحضر كنت أغيب أحيانا، طيب كتاب حضرته ما غبت، قال والله كنت مشغول في بعض المسائل وكان أختي بتتزوج وأخي كان راجع من السفر، وهذا أمر شرحه يطول، ومن الذي ليس عنده هذه العوارض؟ فالواجب أن تصبر وأن يكون عندك من صحة العزيمة ما يجعلك لا تتخلف عن طلب العلم، وأن تطوع ظروفك لطلب العلم، لا أن تجعل طلب العلم نفلا من النفل فتقع فيما حذرناك منه قبل هذا، الانشغال بالامتحانات مرة وبالسفر مرة أخرى وبكذا وكذا وكذا. إذا كان يلهيك أو إذا كان يؤذيك يبس الخريف، وبرضو إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى، متى تطلب العلم وقد بلغت ما بلغت. فاحرص فاحرص عليك على قراءة الكتب النافعة، واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك، وكذلك تعنى بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعنى بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. هذه وصفة من المصنف للطالب في أول حياته وفي بداية طريقه، أن يجتهد أولا في قراءة الكتب وفي الاتصال بأهل العلم وفي السؤال عما أشكل عليه وفي تلقي أحكام الدين عن العلماء، هذا كله واجب. والعناية بحضور ما يتاح من ندوة أو محاضرة أو نحو ذلك، حتى استماع البرامج الدينية. وأنا أنصحك ببرنامج في الفتاوى يسمى نور على الدرب، كان الشيخ ابن باز رحمه الله ينصح به، وأنا شخصيا انتفعت كما ذكرت لكم قبل هذا، أخذت هذه النصيحة وبقيت أسمعه نحو سنة، فحصلت من هذا البرنامج علما كثيرا وطريقة في كيفية الجواب وكيفية الفهم والإلمام بكثير من المسائل، لأن المسائل متكررة، برنامج فتاوى يتكرر كل يوم اسمه نور على الدرب، يأتي في إذاعة القرآن الكريم بالسعودية ويأتي في إذاعة نداء الإسلام بمكة، أعتقد الآن يعني الوقت هو دايما وقته قبيل المغرب بساعة بنص ساعة، فلو أن بعض إخواننا ظفر بميعاده يعني يساعد إخوانه على هذا. فقط رتب نفسك على هذا البرنامج، كل يوم تسمع شيخا جديدا من كبار العلماء يجيب على الفتاوى، الفتاوى هذه متكررة، تكرار سماع هذه الفتاوى على هذا النحو يفيدك علما جما، إضافة إلى هذا يفيدك أدبا، ترى أدب بعض أهل العلم في الجواب وكيف يتوقف عما لا يعرف فيقول لا أعرف أو يقول أنظرني أو نراجع المسألة أو نحو ذلك، كما كنا نسمع من العلماء الكبار، كان الشيخ ابن باز رحمه الله على الهواء يأتيه السؤال وربما يقول أعد السؤال
لم يفهم من أول مرة ولا يتحرج بهذا، وربما قال ما عندي في هذا جواب، كلمات ذهبية تكتب والله بماء الدموع، ما عندي في هذا جواب، أو يقول يعني لا يحضرني الآن جواب في هذه المسألة، أو يقول لا يحضرني دليل، أو يقول نراجع المسألة. لما طالب صغير مثلي ومثلك يسمع الشيخ المدرس في مسألة، وربما أنت قبل أن يجيب الشيخ تقول والله أنا عارف الجواب سأجيب مع الشيخ، ويتضح أن الشيخ مش هيجيب، ده أنت اللي هجيب لوحدك، يبقى أنت أشيخ من الشيخ ما شاء الله. حينئذ تستحي من نفسك تقول لا حول ولا قوة، لقد تهيأت للجواب وقلت يعني سأراجع كلامي على كلام الشيخ، واتضح أن الشيخ توقف وأنا لم أتوقف، من لي بدرة عمر توقفني، أو حتى سيف الحجاج، سترى أنك تحتاج إلى مثل هذا كثيرا. فسوف تتعلم العلم وتتعلم الأدب أيضا، وهذه نصيحة أرجو إذا عملت بها نفعك الله سبحانه، وهي سهلة جدا. يعني لما رتبت نفسي شخصيا عليها وجدت هذا من أيسر اليسر، وجدت نفسي أشتاق إلى هذا إلى هذه الساعة، هي نصف ساعة أظن البرنامج كل يوم، وحمدت هذه الثمرة والحمد لله، فلعلك إن شاء الله تستفيد من هذا. كذلك تقرأ بعض ما يفيدك من نشرات، أو المقصود المصنف يفتح لك الأبواب الكثيرة، كأنه يريد أن يقول لك لا تترك بابا يمكن أن تنتفع به وتتركه، لكن مع قيد مهم جدا في هذا الباب، وهو أن تأخذ العلم عن مأمون، مأمون الديانة ومأمون العلم. قبل أن تقرأ الكتاب انظر إلى مصنفه، إذا وجدت المصنف معروفا عندك أو غير معروف فسألت فقيل لك اقرأ له فعلت، أما المصنفون غير المعروفين والمجهولون فإنك لا تدري، طبعا فضلا عن المعروفون بجهلهم وما أكثرهم، أو المعروفون ببدعتهم وما يعني أكثر فسادهم وأقل غناءهم، هذا ينبغي أن تهرب منه. فإذا وجدت كتاب مكتوب عليه ابن تيمية أو ابن القيم، أو مكتوب عليه ابن رجب، أو مكتوب عليه الألباني أو ابن باز أو ابن، خلاص الشخصيات تعرفها في القديم وفي الحديث، لكن وجدت أسماء غير معروفة على الأقل اسأل عنها، فإن كثير من الناس ربما يصنفون كتبا أو رسائل أو نحو ذلك فيها يعني سم ناقع، وقد يكون فيها عسل، ويكون في هذا العسل أيضا سم ناقع لا تقف عليه ولا تفهمه فتتأثر بهذا أثرا سلبيا. نعم. ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ويشهد لذلك قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا حس من المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الكتاب على أهمية أن تقرن بين العلم وبين العمل، وهذا كلام تقدم في أن العلم وحده دون العمل لا ينفع، وهذا مما يقصر فيه كثير منه، يعني يسهل عليه العلم وفي أبواب العمل يكون مرجئا يؤخر يؤجل. يعني تعلم فضل قيام الليل ولعله الآن لم يقم، وإذا حدثت فإذا قال لك سنقوم إن شاء الله، وتأتي ليلة بعد ليلة وأسبوع بعد أسبوع شهر بعد شهر ولا يكاد يقوم إلا اضطرارا في رمضان من رمضان إلى رمضان، هذا قبيح. إن فاتك يوم لا يفوتك اليوم الذي بعده، وإن فاتك قيام الليلة أو ما يليق أن تقومه منها فلا يفوتك أن تأخذ ولو ركعتين، ولو من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. إذا فاتك المئة والألف حتى تكون من المقنطرين فلا أقل من أن تكون يعني من القانتين، وإذا فاتك فعلى الأقل لا تكن من الغافلين، أما إذا لم تقم مطلقا فهذه غفلة، فأقل شيء اجتهد أن تقوم بأي شيء. يعني إذا كنت لا تقوم قبل أن تنام صلي ركعتين من قيام الليل، واحرص أن تستيقظ قبل الفجر ولو بربع ساعة فتكون مشاركا، وعلى الأقل إذا فاتك هذا كله فتألم واحزن ولوم نفسك ويعني سوق نفسك بصوت التقوى حتى تصل. أما بعض الناس الأمر واسع جدا، وإيه اللي حصل يعني إحنا أحسن من غيرنا كما يقول بعض العوام، وكما نقوله نحن بلسان أنت ما تقولش كده بلسان المقال صحيح، لكن قد تقوله بلسان الحال وهذا قبيح.
فهذا مهم على كل حال. وذكر الحكمة المأسورة، وهذا من جميل وصفي أنها حكمة، وإلا فهو مروي من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث موضوع، وبعض الناس إذا حل له قول نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصححه، وإذا ثقل عليه قول حتى لو كان حديثا صحيحا رده. بعض الفرق المبتدعة والضالة يعني تفعل هذا. وقال التقيت ببعض هؤلاء فقال لي سبحان الله، هو دي الأحاديث اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، أنتم تضعفونه لكن هو ده الحديث، وتأتون إلى كلام آخر تنسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بحديث. وذكر لكنني لا أذكر ما ذكره حديثا صحيحا في الصحيحين لكنه لم يرق له، فهذا اتخذ إلهه هواه والعياذ بالله. لكن المصنف رحمه وليس كذلك، قال من الحكم المأسورة، وهذا عدل، فإن بعض الكلام يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصحيح، لكن هو صحيح في معناه كهذه الجملة، معناه صحيح لكن لا صح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس من ذكره على أنه حكمة وعلى أنه قول حسن وكلام جميل دون نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى صحيح، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وبالتالي يكون من أسباب طلب العلم أن تعمل، فكلما عملت كلما زادك الله تعالى علما. وهذه طريقة السلف رحمه الله، فقد جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها، وكان يختلف إليها يعني يتردد عليها ويسألها مرة بعد مرة، فجاءها مرة يسألها فقالت له يا ابن أخي هل عملت بما حدثتك بالأمس؟ قال لها لا. قال لها لا يا أمه، يعني لم أعمل بعد. قالت لو فعلام تستكثر من حجج الله علينا وعليك، يعني العلم حجة فعلام تستكثر من الحجج. وجاء رجل آخر إلى سفيان بن عيينة وجده حريصا على طلب العلم، فقال لو أرأيت ما عندك أما كان يكفيك لو أنك عملت به ودعوت إليه؟ يعني يقول لو لا يكون همك الاستكثار، وإلا هو لا يقصد كفاك علما، فالعلم نحن مطالبون بالزيادة فيه، لكن كأنه وجد من هذا الرجل حرصا على الطلب، هذا الحرص لا يناسب حرصه على العمل. أيضا بعض الإخوة عنده شغف في الطلب وعنده يعني جفاف شديد في العمل، هذا قبيح، بل ربما دل هذا على ضعف النية وعلى أنه مدخول في نيته، وإلا لو صحت نيته فإنه ينبغي أن يحرص على العمل حرصه على الطلب، فراجع نفسك في هذا الباب. نعم. والعلم أحق ما تصرف فيه الآيات ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس في نيله ذو العقول، فبه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست قد أثنى الله ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين ورفع من شأنهم في كتابه المبين. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه، ليدلنا على أنه لا بد من العلم والعمل معه، وأن يكون كل ذلك صادرا عن الإيمان ومراقبة الله سبحانه. نعم. ذكر المصنف أهمية العلم وأنه أجل ما تصرف فيه الأوقات ويتنافس فيه المتنافسون لما عرف من فضله وشرفه وأن به زكاة القلوب وصلاح الأعمال. وذكر شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب محذوف، يعني الجواب معروف دل عليه السياق، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذا في أول الآية في صدر الآية قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يستوي، وجعل قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم كان التعقيب الذين يعلمون والذين لا يعلمون، مع أن الكلام في الأول عمل وليس علما. انظر كيف يكون الرباط بين العلم والعمل. أمن هو قانت يعني ساجد لله سبحانه وتعالى آناء الليل ساجدا
أم من هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب. قل هل يستوي الذين يعلمون، يعني فبعلمهم كان قنوتهم وكان سجودهم وكان حذرهم من الآخرة وكان رجاؤهم لرحمة الله، والذين لا يعلمون يعني الذين ليس عندهم هذا. فتأمل كيف جعل العالم من يخشى الله تعالى ويقنت له ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وربط بين العلم وبين العمل على هذا النحو. ولا تتصور أبدا أن المقصود بالذين يعلمون والذين لا يعلمون يعلمون المسائل، كم مسألة تحفظ في أبواب الزهار وفي أبواب اللعان وفي أبواب البيوع وفي أبواب كذا وكذا، وهذه المسألة فيها كم قول العلماء، فيها 15 قولا، مرجع هذه 15 إلى 3 أقوال، الراجح منها قول فلان في بعض روايات، في بعض الناس لو كلم تلاقي لسانه ماشي يقول يا سلام يا سلام يا سلام، اهدى اهدى، ويكون قد حط رحله في النار والعياذ بالله، ولم تغني عنه هذه الكلمات، لأنه كلام منمق فيه من الاعتداد وفيه من الكبر وفيه من العجب وفيه من قلة العمل وماذا أفاد صاحبه. وقد عرفت أن أول من تسعر بهم النار عالم من هذا الصنف والعياذ بالله، فأتي به فعرفه نعمه، يعني جادله الله تعالى قبل لإقامة الحجة عليه قبل أن يعذبه، فعرفه نعمه فعرفه يعني أقره، ألست أنا الذي دللتك على فلان لتسمع منه وفلان لتقرأ عليه وكتاب كذا وكتاب كذا وباب كذا وباب كذا، أقر أن هذا كله كان بتوفيق الله. قال فما عملت فيها، هنا الامتحان. ومع هذا صاحبنا كان يجادل، بقي على جداله ما عجز، قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، ذهب يكذب على الله سبحانه وتعالى ويخدع الله، والله تعالى لا يخادعه أحد، قال كذبت ولكن تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، فقد قيل، يعني أبشر الناس ما شاء الله يعني أعجبوا بحفظك ويعني رضوا بعلمك وأثنوا على حالك، لكن بعد هذا ثم أمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. فليس الشأن في من يتعلم، وإنما الشأن في من يخلص في تعلمه وفي عمله وفي دعوته. ولهذا ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم لأول وهلة، ما أكثر الناس من الطلبة، وأنت إذا رأيت زحام الطلبة في كل العصور وفي كل البلدان على الطلب، قلت ما إيه المشكلة، المسلمين بخير، ثم إذا نظرت في أحوالهم لم ترى هذا الخير الكثير، دل هذا على أن هناك دخنا. ما أكثر الناس، لا بل ما أقلهم، إني وربك لم أقل فندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. تفتح عينك كتير في الحقيقة مش شايف حد ممن يعد أحدا. أما الأشباح فما أكثر الأشباح. نعم. ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع، ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. ونحن أيضا نجرب الطريقة التي سندرس بها الكتاب، هل تكون على هذا النحو، يعني أن طالبا يقرأ ونعلق عليه، أو تكون على غيرها من الطرق. في خلال مرة أو مرتين سنتفق إن شاء الله كما هي العادة في كل كتاب على الطريقة التي يظهر أنها أنفع، فبعض إخواننا أيضا لا بأس بالنصيحة في هذا الباب، وأن يدلون على أنسب ما ينتفعون به، والمسؤول الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.